إذن هذا هو السياق اللي كيمكن أننا نتحدث فيه. إذن كاين تعديل ويمكن رجعوا من بعد ونقربوا شنو هو الدستور. نعم. بالضبط. أنتقل إلى أمينة أبو غالبي، أنتم في حركة 20 فبراير خرجتوا يوم 20 فبراير، كانت عندكم مجموعة من المطالب، تلبت مجموعة من المطالب من خلال الخطاب الملكي، أيضا تصرون على الخروج يوم 20 من مارس، لماذا؟ غير باش نوضح واحد النقطة، هو أن الخطاب الملكي ما جاتش فيه شي حاجة اللي كتبين بأنه بالمطالب ديال حركة 20 فبراير. علاش؟ لأن المطالب ديال حركة 20 فبراير غير موجودة في الخطاب الملكي. أنا نقول لك لأن ليس بالضرورة أن يذكر العاهل المغربي 20 فبراير، يعني مجموعة من المطالب التي تم رفعها خلال 20 من فبراير يعني تلبت من خلال الخطاب الملكي بإجماع يعني الكل. لا، بإجماع الكل، الناس اللي شافوا الخطاب بواحد النظره ماشي هي اللي شافتها منها حركه 20 فبراير. الناس فاش سال الخطاب الملكي هضروا على انه ورش، على انها ثوره، على انه مجموعه ديال التدشينات دخلناها في العهد الجديد. ولكن حنا كحركه 20 فبراير اول حاجه طالبنا بها هي انه يكون تغيير دستوري شامل وليس ترقيع او تعديل. علاش؟ لان كنشوفوا بان هذا الدستور الحالي هو دستور ممنوح ولا يمثلنا حنا كمغاربه او كشعب مغربي بصفه عامه. دونك اول مطلب هو التغيير الدستوري الشامل. علاش؟ لانه كنشوفوا غير ديمقراطي. كيفاش الطريقة ديال الدستور غير ديمقراطي؟ هو أن الدستور الحالي يكرس ملكية تنفيذية، في حين أن حركة 20 فبراير كان أول مطلب ديالها هو مبدأ الملكية البرلمانية، لأنه ما يمكنش نهضروا على الديمقراطية في ظل ملكية تنفيذية. إلا بغينا نهضروا على الديمقراطية خاصنا نبقوا ملكية برلمانية. ملكية برلمانية تنبني على واحد الأساس اللي هو يسود فيه الملك ولا يحكم، يعني يكون الناس اللي كيحكموا الشعب يستمدوا المشروعية ديال الحكم ديالهم من الشعب، والشعب يكون هو اللي يقرر المصير السياسي ديالو. دونك هذا الشعب فاش غادي يقرر المصير السياسي ديالو هو اللي غادي يقرر. والشعب المغربي فاش خرج في 20 فبراير نادى بمطلب رئيسي اول هو الملكيه البرلمانيه اللي نقدوا فيه نحاسبوا الناس اللي كيحكمونا. دونك انطلاقا من هذا الاساس غادي نقدوا ان نقول عندنا مبدا ديمقراطي. الا ما كانتش الملكيه البرلمانيه ما غاديش نهضروا على الديمقراطيه. جا الخطاب ديال 9 مارس شار المجموعه ديال النقاط اللي منها تكويت صلاحيه الوزير الاول، فصل الصورات هذا، ولكن حتى الاليات اللي جا غادي يقوم بها هذا الخطاب ديال 9 مارس اعتبرنا انها اليات غير ديمقراطيه، لان اللجنه اللي تولات اللي تعطات لها المهمه ديال انها دير هذا التعديل الدستوري هي اولا اللجنه لا تستمد مشروعيتها من الشعب. سناتي للحديث عن اللجنه. امينه، يعني بالنسبه لكم انتم في حركه 20 فبراير تصوركم للملكيه البرلمانيه، نتحدث عن الملكيه البرلمانيه، بغينا ننزلوا هذا المفهوم للشعب، بغينا نفهم الناس الانسان المواطن البسيط. احنا فاش خرجنا في 20 فبراير حاولنا ما امكن اننا نشرحوا لنا شنو هي الملكيه البرلمانيه، لان بزاف ديال الناس ما فاهمينش شنو هي الملكيه البرلمانيه. احنا في المغرب اليوم عندنا ملكيه تنفيذيه، يعني الملك يسود ويحكم، وما كنقدوش نحاسبوا الناس اللي كيحكمونا. علاش؟ لان يعني ملي كيلتقي المبدا ديال امارات المؤمنين وديال الفصل 19 الملك يسود ويحكم وشخص الملك مقدس في الفصل 23، دونك هذه المبادئ هذه ما كتعطيناش حنا الشعب، ما كتعطيناش الفرصه ديال اننا نحاسبوا الناس اللي كيحكمونا. دونك حنا بغينا الناس اللي كيحكمونا نقدروا اننا نطبقوا مبدا المحاسبه باش السلطات تولي عند الشعب من خلال الحكومه، يعني تولي الحكومه اللي كتطبق برنامج الانتخاب، تطبق البرنامج الحكومي ديالها. الا فشل هذا البرنامج الحكومي حنا نقدروا نحاسبوا الحكومه سياسيا انطلاقا من الانتخابات وبرلمانيا في مجلس النواب عن طريق ممثلي الشعب. هكذا كنحاولوا الناس نشرحوا لهم ان المطالب الاجتماعيه اللي خرجوا من اجلها في 20 فبراير. لا، لانك ديجا هضرتي انت على لان فوقاش ما كنسمعوا شي خطاب ملكي خطاب تاريخي، كان الخطابات ديال الملك فوقاش ما كيخطب كيقول عليهم تاريخيه. هذه نقطه، لان الاعلام العمومي فاش كيجيب لك الاحزاب السياسيه التي تمجد الخطاب الملكي، وعمرهم جابوا الشعب انه يسمع الخطاب المعارض اللي كيقول لك بانه هذا الخطاب ماشي تاريخي وما استجبش المطالب. علاش؟ لان حركه لان الخطاب الملكي فاش جا سد واحد المجال سميتو المجال المقدس، لا يمكن فيه اي تعديل دستوري. اماره المؤمنين الفصل 19، الفصل 23، والفصل 29. علاش؟ لان هذه الفصول هذه كتجعل الملك فوق سلطه فوق الدستور، يعني دستور فوق دستور. دونك حنا شنو التغيير اللي بغينا؟ عندما نتحدث عن توابيت الامه امينه، انت بالنسبه لكم في حركه 20 فبراير ما هي توابيت الامه؟ انا نقول لك واحد النقطه، احنا باش توابيت الامه، انا نقول لك النقطه، توابيت الامه احنا شنو عندنا توابيت الامه؟ احنا كنقولوا الوطن كل شيء مع الوطن، كل شيء مع الوحده الترابيه، الملكيه معها، ولكن ملكيه برلمانيه بحيث بغينا الله يخليك، بحيث بغينا المحاسبه، بغينا دوله القانون، ودوله القانون لا تستقيم مع الملكيه التنفيذيه لانه لا يمكن محاسبه شخص مقدس، فهمتي؟ هذا هو المطلب، يعني احنا بغينا التغيير في هذوك الاسس التي اغلقها خطاب 9 مارس. فاش الملك خطب راه حدد المجال اللي يمكن فيه التغيير. دونك هنا ما كايناش فرصه للشعب انه يختار، الشعب بغى يختار انه حتى هذيك المطالب يكون فيها تغيير بحيث يكون اقرار صريح للملكيه البرلمانيه باش نقدروا نحاسبوا الناس اللي كيحكمونا، ما يكونش تكريس. ولكن ماشي هذا استباق ربما العمل، لا 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 لا
ماشي السباق لي أن الملك براسه في الخطاب أنه جاء الخطاب الملكي قال بأنه بناء على هذه الثوابت سوف يتم التعديل. يعني هذه الثوابت لا تمس الملك أمير المؤمنين، الملك يسود ويحكم الملك، يعني هذه الفصول هذه كتجعل الملك فوق الدستور. دونك حنا بغينا باش أنه يكون عندنا دستور ديمقراطي شعبي أنه تمس هذه المبادئ الثلاثة باش نتماك نقدروا نهضروا على دولة القانون. شوفوا سيدي المهم، أولا حين إلا خرجتي وقلتي لي أنا ضد إمارة المؤمنين وما بغيتش الملك يكون هو أمير المؤمنين، أنه غيكون متواجد معاك. أنا ما قلت قولي لي أقول إمارة المؤمنين شنو كنقصدوا بها حنايا؟ يبقى الملك عنده سلطة، إمارة المؤمنين كترمز للجانب الديني، يبقى الملك عنده الجانب الديني ولكن كنهضروا على الحكم، على الحكم السياسي، خص الحكومة هي اللي تحكم انطلاقا من والحكومة سوف تنفيذي غيغ ديال البريمير مينيستر. يعني الخطاب الملكي باش ما يكونش نقاش ثنائي. بابا ما عطيناش كلمه مره حط في هذاك. انا لا كاينين الناس، كاينين الناس كيشوفوا شي برايه ديال التيار. كاينين الناس ركبوا الحركه تاع الاستاذ منار. اسمحوا لي اسمحوا الاستاذ منار. التيار ديال الارضيه اللي كاينه هي التي تحدد واش تفعل شي فبراير. امينه اسمحوا الاستاذ منار. التي رفعت قبل شي فبراير انا انتمي اليها. ما يكونوش نقاشات ثنائيه. باش نخرجوا النتيجه من هذا الحق. لان تم تقويل الحركه ما لم تقل. لمغه جمهوريه من حقه يعبر. قانون حقوق الانسان تضمن لك حق التعبير، حقك تعبر تقول بغيت الجمهوريه، وحق اللي بغى خلافه يقولها، ولكن ما تنسوش حركه 20 فبراير، لان شكون اللي في حركه 20 فبراير؟ حنا ما كنبثقوش الناس. بابا واحد السؤال، حنا ما كنبثقوش حركه 20 فبراير. انتوما شكون كنمثلوا؟ كنمثلوا الشعب المغربي. علاش؟ لان الشعب المغربي فاش نزلنا في 20 فبراير هذوك الناس اللي نزلوا هزوا المطالب ديال حركه 20 فبراير، كلشي باغي حل الحكومه والبرلمان. علاش؟ لان شكون اللي صوت على البرلمان؟ 23% ديال المغاربه اللي صوتوا في الانتخابات لا تمثل الشعب المغربي. هذيك البرلمان، هذيك الحكومه لا تمثل الشعب المغربي. واش حركه 20 فبراير تمثل الشعب المغربي؟ انا نقول لك، انا كنقول بابا طرح واحده نقطه مهمه. انتم يعني تتحدثون باسم الشعب الان. حركه 20 فبراير كاين منظمات شبابيه اخرى حركه 20 فبراير استطاعت انها توحد الشعب المغربي مختلف التيارات ديالو، وينزلوا نهار 20 فبراير للشارع هزي المطالب الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه ديالهم. اسمح لي نقول لك كل واحد كيفهمها، دستور شعبي ديمقراطي كل واحد كيفهمها. المهم تعطى الفرصه للشعب انه هو يختار شنو بغى. والشعب الناس خارجين هز لافته فيها ملكيه برلمانيه، ما حتى شي واحد هز شي لافته اخرى من غير هذه. جميع الاحوال الشعب حقه يختار. كاين اللي كيطالب بالخبز فوالا، هذا مطلب اجتماعي خرجنا من اجله حتى حنايا، ولكن الخبز في هذه المرحله غيتحقق لك بملكيه برلمانيه. الخبز ما غيطيحش من السماء، غتعطي لك الحكومه اللي غتحاسبها في الحال نهار الحكومه غادي تطبق المشروع السياسي ديالها ولا ما طبقاتوش، تما بحقك تحاسبها. شنو وجهه نظري للدلال؟ الاجهزه ديال العمل ديالها واش غتستدعي كل شيء؟ واش غتهضر مع كل شيء؟ وكيفاش غتبني؟ ماشي غتنزل لنا دستور، خاصو يتبنى من خلال هذه النقاشات وتولي تمثيليه. وهنا راه عندكم حتى المستوى المعيشي ديال السكان. امينه، ما بغيتش قبل ما ندوز راه خصني ضروري، لان المغالطات ما بغيتش يمشي يدوزوا. علاش؟ لانه فاش كنقولوا حركه 20 فبراير راه ما نزلناش من المريخ. حركه 20 فبراير راه نبثقات من الهموم ديال الشعب المغربي، ولكن تفاجئ درك كلشي ولا حركه 20 فبراير. فاش كانت الشراره الاولى ديال حركه 20 فبراير من بعد الثوره التونسيه والثوره المصريه، راه سمعنا اللي عمرنا سمعناه. ها اللي قال لك هادو بوليزاريو، هادو بغاو يديروا الفتنه في البلاد، هادو ضد الوحده الترابيه، والاحزاب السياسيه اللي دابا ولات مع 20 فبراير كلها خرجت البيانات كدير حركه 20 فبراير. وزراء في الحكومه المغربيه كيديروا على حركه 20 فبراير، الناس ديال السلطه الدينيه كيديروا حركه 20 فبراير. علاش؟ لان هما كيحكموا انطلاقا من واحد الهاجس حكمهم. كيقول لك لا، حنا استثناء عندنا الديمقراطيه، حنا عندنا ملكيه عجبنا هكا. ودابا كيقول لك لا، راه مزيان، راه كاين فصل السلطات وهادو. هما غير التيار اللي جا كيمشيو معاه. من قبل كانوا مع الملكيه التنفيذيه، دابا جات الملكيه اللي قال لك غادي نقوم مصلح السلطه ديال الوزير الاول، حتى هي مشاو معاها. لان هاد الحزب هادي كون كان عندها هذا الموقف هذا ونضلت عليه، حنا ما كنقولش 20 فبراير جينا ودرنا هذا الشيء. حنا تبنينا على التراكم ديال الاحزاب الوطنيه التقدميه المناضله اللي نضلت من عهد الاستقلال حتى لدابا، وهي كتناضل في هاد الورش هذا. ودابا حنا الشعب المغربي ما بقيناش كنناضلوا على الدستور في الصالونات وفي هذا، خرجنا نزلنا في الشارع. الشارع الشعب المغربي كيقول لك دستور، ومع ان الشعب المغربي بسيط ما كيفهمش شنو هي الدستور، ولكن كيقول لك حنا كنحاول كنشرحوا لهم كنقول لهم بان الدستور هو الذي يرهن مسير هذا الشعب المغربي هذا. فاش يكون دستور ديمقراطي ونابع من الشعب، راه ما غاديش يكون الاستبداد وما غاديش يكون تراكم السلطه والثروه. من باب التبسيط، الا قمنا بواحد الاستطلاع ديال الراي في جميع انحاء المغرب،
شحال تقدروا تمثلوا مثلا كنتوما كدعي وتمثيليه الشعب المغربي؟ حنا ما درناش سونداج وحنا ماشي اساتذه في علم الاجتماع ولكن حنا الضمان ديالنا هو الشارع. لا يعني لا عندكم واحد الفكره انكم تمثلون الشعب المغربي. لا غير نقول واحد النقطه، لان حنا ماشي ما عندناش ديك الطرق ديال التعبئه التقليديه، حنا راه كنعبئوا في الانترنت كنعبئوا في الفيسبوك. شحال من مغربي انا اخاطب المغربي في القريه، المغربي البسيط، واش المغربي البسيط واش كيستعمل كله فيسبوك وانترنت؟ انا واحد النقطه، الشعب المغربي ماشي كل ماشي كلشي كيستعمل الفيسبوك وهذا، ولكن الشعب المغربي فاش غتقول ليه واش انت باغي تعيش في الكرامه غيقول شي حد لا، غتقول له واش انت باغي تحارب المفسدين غيقول شي حد لا. الشعب المغربي كله باغي يحارب المفسدين وكله باغي يحارب الناهب المال العام وكلشي باغي يعيش في الحريه والديمقراطيه. الشعب المغربي كلشي باغي غدا ينقص في الزيت وينقص ليه السكر وينقص ليه في هذا. دونك هذه مطالب، وري ماشي مغربي ما باغيش هذه المطالب هذو غير اللي مستفيد من الوضع الحالي. دونك فاش كتقول هذه المطالب هذه راه اوتوماتيكيا ديال الشعب المغربي. حنا ما كنقولوش لهم راه بغينا نجيبوا لكم شي حاجه ماشي برا، بغينا نستوردوها لكم باش نشوفوا واش غايقولوا لنا او لا. نبع المعيشه اليوميه ديال الشعب. سي بابا خطاب ملكي تحدث. ما عندنا حتى شي مشكل، لا عندنا بزاف المشاكل وخصنا نطبقوا هذه المشاكل. غير الطريقه باش كنطبقوا الوجود الحل ديال هذه المشاكل كتختلف، ماشي اليوم نزول الشارع هو اللي غادي يحل المشكل. هذا مهم. وانتقل الامينه، امينه فاش كنتحدثوا على